غيابات الهلال يا كابتن يوسف حتظهر امامك. ابرز غياب مؤثر اللي موجود: كويلار، كاريو، كنو، الشهراني، منفرج، خمسة اسماء. من اكثر اسم كنت اتمنى وجوده في النهائي؟ اتوقع اندري كاريلو وكويلار. والله فاقدين الهلال كاريلو. كاريو هو فاقدينه في مركز الجديد. المركز الجديد، وكاريو لاعب اساسا من العوامل اللي دائما تغير في ارضيه الملعب، تحصل يطلع لما يطلع الطرف يصير خطير داخل الملعب، خطير. فاعتقد هو التاثير الكبير غيابه. كنو، كاريو، والله فريق اللي غايب ولا تحس في غياب، ولا تحس انه في غياب. واصل كاس الملك النهائي، واصل النهائي. يعني هنا تكمن قوة الهلال. أكيد يلعب من يلعب، أكيد لما يكون عندك منظومة كاملة متكاملة، الاحتياط زي الأساسي وينافس على كل البطولات، واللي يغيب والإصابات بالأشهر. وشفنا هذا يمكن في نهاية آسيا، ناصر ومتعب لعبوا يعني واحدة من أصعب المباريات وما كان عندهم أي